من خلال خبرتك في التعامل معاهم؟ اول حاجه انه بيكتسب ثقه، بيكتسب ثقه بنفسه. حلو جدا. انه ما بيخافش من مواجهه الجمهور، انه هو بيتعلم قيم موجوده جوه النص اللي هو بيشتغل عليه، ممكن تبقى تايهه عنه او ممكن ما يكونش اولياء الامور عملوا ستريس عليها، زي مثلا ازاي ان هو يتعلم فكره الاعتذار. احنا دلوقتي عندنا مشكله في فكره ان انا اعتذر، في بعض الاطفال او بعض الشباب بيبقى عندهم حته الكبر ان هو ما يعتذرش، وازاي ان انا اتعلم ان انا لما اعتذر ما اكررش الخطا دوت وما ارجعلوش تاني. بيتعلم من فن التمثيل الانتماء للفريق الواحد، ازاي ان انا اكون منتمي للفريق، ازاي اتحرك في جماعه، ازاي ان انا اوجه زميلي لما يحصل له ظرف اسال عليه اطمن عليه. هو نفسه بيكتسب حته مخارج الالفاظ، ازاي يطلع مخارج الالفاظ سليمه ومفهومه ومسموعه. يعني نقدر نقول ان احنا دلوقتي الطفل بيستفاد في شخصيته، في طريقته في التعامل مع الناس، طبعا ثقه بالنفس، طبعا تفاصيل طبعا كتير جدا، ده شيء عظيم طبعا. حلو جدا. طيب رحمه روان، عايزين نعرف منكم كده، انتوا بداتوا تعرفوا امتى ان انتوا عندكم موهبه التمثيل؟ انا كنت دايما لما بشوف مثلا مسلسل او فيلم كان في مشاهد ممكن تعجبني فكنت بحب امثلها، فماما وبابا لاحظوا ان في حاجات انا بعرف امثلها كويس قوي فقالوا لي ان احنا لازم ننمي الموهبه دي. بس كده. وانت يعني احكي لي اكتر تفاصيل، يعني مثلا لما بتشوفي مشهد في فيلم في مسلسل بتقفي كده مع نفسك قدام المرايه وبتحفظيه وتمرني نفسك وبتأديه زي بالظبط الممثل اللي بيعمله، ولا انت رحتي قلت لهم كده انا حابه امثل فعايزه يعني اعمل حاجه تنمي الموهبه دي؟ هو انا عموما مثلا لو كنت شفت المشهد عجبني قوي فبقعد مثلا اتفرج عليه بلاقي نفسي بحفظ الكلام عادي، فمثلا بقول لهم انا عايزه مثلا امثل المشهد ده قدامكم، فهم بيقولوا عادي فبعمله كذا مره لاحظوا ان هو لا بعرف اعمل حلو قوي. فقالوا لي لا تعالي نشوف مثلا حاجه وننمي الموهبه. فساعدوكي بقى ان انت تقدمي في ورش تمثيل. هي بس رحمه متميزه في حاجه، ان هي لما جت اتقدمت للورشه احنا بنعمل تيست عشان نشوف هي عندها استعداد ولا لا، فهي قدمت مشهد ارتجالي لاحد الفنانين في مسلسل ما، الفكره عندها ان هي ما بتقلدش، هي بتقدم حتى شخصيتها هي بشخصيتها. هي طبعا ده حلو، فده كان مهم جدا. كمان الارتجال ده صعب طبعا جدا، طبعا هي عندها فكره يعمل الارتجال، يمكن من افضل من الناس اللي تقدموا للورشه افضلهم في حته الارتجال، وان هي تروح معاكي في اي حاجه تكلميها في اي حاجه تروح ترجعي معاها للنص الاساسي جريئه برضه. جدا يعني واخده بالي من طريقه كلامها وصوتها ما يعني شاء الله. يعني الموهبه عندها نقدر نقول انها حققت شروط الارتجال من غير ما تبقى درسها بالظبط كده. موهبه، يبقى هي موهبه طبيعي. موهبه طبيعي. حلو. روان ازيك؟ ازيك؟ عسل. انت بتتكسفي يا روان ولا ايه؟ ده انت ممثله المفروض ما تتكسفيش. اوكي قولي لنا بقى انت عرفتي ازاي ان انت عندك موهبه التمثيل وقدمتي ازاي؟ هو انا من بدري قوي كان نفسي ان انا امثل، فكنت على طول قوي بمثل مشاهد لمسرحيات وبالذات مسرحيه ريا وسكينه، كنت بحب قوي اتفرج على المسرحيه دي واقلدها، فكنت بحب اتفرج على مسلسلات كتير وبقلد مشاهد. فماما عرفت ان انا بحب امثل وكده، احنا بنروح انشطه كتير في المركز القومي لثقافه الطفل، فعرفوا ان في ورشه تمثيل موجوده ما تحت تدريب استاذ احمد جابر واستاذ ابراهيم البيه، فشاركت فيها والحمد لله فزت في الورشه. حلو جدا. طيب برضو استاذ احمد عايز اعرف منك، هو تقريبا مده الورشه بتبقى قد ايه؟ وكم ورشه في السنه؟ وتقريبا بتبقى الورشه فيها كم طفل؟ طيب هو الورشه بتاعتنا دي كانت بدات في شهر 12 وخلصنا في شهر 2، يعني تقريبا كانت شهرين. توقفنا بس شويه لان تزامنت مع فتره امتحانات، واحنا طبعا لازم نكون مراعين مصلحه الولاد الدراسيه، فتوقفت شويه فوصلنا بيها لشهرين ونص. كانوا الولاد بيحضروا في البدايه مرتين في الاسبوع، وبرده علشان احنا بنراعي ظروفهم ودروسهم وكده خليناها تبقى يوم واحد بس 4 ساعات يعني كأنهم بياخدوا. فاستمرينا شهرين. بالنسبه للعدد كان مفتوح، اي عدد احنا كنا عايزين نكون فريق يبقى تابع للمركز القومي لثقافه الطفل، لانه تقريبا كان هو يعني زي ما بيقولوا كده اخر العنقود او اخر الفرق اللي موجوده، يعني فريق كورال سلام بقياده المايسترو وائل عوض ده بقى له 5 سنين مثلا موجود في المكان،
فرقه بنات وبس الاستعراضيه موجود بقاله سنتين، كذا لون للعرائس والمسرح الاسود ده بقاله 3 سنين. فكان لازم عندنا مختلف الفنون موجوده، عايزين برضو يبقى فيه فريق مسرح. فكنا فاتحين العدد، كنا بس شرطين السن اللي هو من 7 سنين ل 18 سنه. كل المتقدمين خدوا فرصتهم في ان هم يثبتوا نفسهم في تيست او اختبار في البدايه، وبعد كده اللي عنده قابليه وقدرنا ان احنا نبدا معاهم. طبعا العدد تقلص شويه بس مش كتير. ابتدوا ياخدوا اساسيات المسرح، وقفه المسرح، اتدربوا على تدريبات تنفس، الحركه المتداخله اللي هي المبادئ الطبيعيه اللي بيدرسها اي ممثل مسرحي بيقف على خشبه المسرح.